عتبنا كبير انه هناك وناس اصدقائنا اي بس هاي اصدقاء ناس اصدقائنا كنا نقعد على طاوله نبكي سوا من يموت شهيد. وهسه انا ما ارد احكي ما ارد انتقد والله اشوف اقول لك والله العظيم في اليوم في ساحه التحرير رفعوا صوره احد المستشارين خلوا عليها اكس اول ما صار مستشار بحكم تكاظم انا بكيت ليش؟ لان اقول ان في يوم من الايام نمشي سوا كانت الطلقه ممكن تجيب راسه تقتل وكان يكون شيء صديق المفروض تحس بيه احسن ما يحس بيه واحد غيره. هاي الاوامر اللي تروح ما معقوله ما تدرون بيها شلون جاي يصير، ما معقوله ما تورجتوا من اللي جاي يقتل. سيد مصطفى الكاظم رئيس جهاز مخابرات، ما معقوله قربكم من عنده ما عرفتوا من هذا الجاي يقتل. رئيس جهاز مخابرات كان يجلس في الاجتماعات السريه لحكومه السيد عادل عبد المهدي وبعدها رئيس وزراء، وكانت الرسائل بالناطق باسم الحكومه انه احنا وصلنا الى خيوط متقدمه من القتله. ما هي رسائل كلها انهم يدرون وصلنا الى مرحله من فشل الحكومه بحمايتنا الا ان نتكلم بالفم المليان ان الحكومه تتستر على قاتلين حتى في حكومه الكاظمي الحكومه تتستر